السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. كما عودناكم دائما في فقرة لمتنا أن الحلقة بتكون غير. اليوم ضيوفي أكيد أنهم مختلفين جدا 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 عن ضيوفي السابقين. أرحب بضيفنا الجميل المشرف العام على أكاديميات نادي الرياض لمتلازمة داون لكرة القدم، الأستاذ عبد العزيز العبد العزيز. حياك الله. حياكم الله، وتشرفنا فيكم في القناة الجميلة مع الأستاذ عبد المجيد. نورت والله، نورت والله يا عبد العزيز. احنا حريصين على اللي زيك والله يكون معنا موجود بهذه الحلقة. جهودكم تشكر وتذكر، الله يسعدكم. وما ننسى وما ننسى النجم المتألق، نجمنا الحلو مهند المدرع. منور والله. أحد أبطال متلازمة داون في تسع، محقق 9 ميداليات في الألعاب المختلفة. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله القادم أجمل في كرة القدم. ما شاء الله تبارك. أنت اليوم نجم. أنت اليوم متألق. اليوم أنت بتعطي الحلقة نكهة نكهة، شيء 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 حلو يعني. حبيبي والله يا مهند. وضيفنا الدكتور طبيب الفم والأسنان، الدكتور مشعل اليوسف. نورت والله يا مشعل. يا هلا ومرحبا عبد المجيد، نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة مع ضيوفنا الكرام، استضافتكم الغالية في هذه القناة، وإن شاء الله بإذن الله نكون ضيوف خفاف عليكم ونضيف لكم شيء جديد. شوف دائما الابتسامة يا دكتور مهمة كل شخص. صحيح. فاليوم بناخذ ونعطي معاك أسئلة كثيرة صراحة. طبعا طبعا، هي الوجه الأول للإنسان الابتسامة. هذا صحيح. هي أتوقع 50% الابتسامة. وأكثر بعد. أكثر صح؟ إي نعم صح. يا حبيبي. إن شاء الله بإذن الله نضيف لكم. ولا ننسى شاعرنا المتألق طبعا دائما يعني بالقصايد. أنا شخص معجب بشخصيته، يمكن هو ما يدري أني أنا معجب بشخصيته، لكن اليوم بنسمع أشياء كثيرة لأن عندنا وقت، واليوم أنا بأخذ الوقت من عندك أنت وبأسمع أشياء كثيرة منك. الشاعر عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن قعوان، شرفتنا. يا مرحبا والله، ومسهلا أخوي عبد المجيد، وهذه الساعة الطيبة والساعة المباركة اللي اجتمعنا فيكم، والشكر كل الشكر لقناة الواقع والقائمين عليها، الأخ إبراهيم الحسين وأنت أخوي عبد المجيد، اللي أتحتوا لنا الفرصة نجتمع بهالجهة الطيبة. الله يطول عمرك، ونتمنى أن نكون ضيوف خفاف على وتكون خفيف معنا. لا لا أبد، أنتم اليوم وجودكم بيعطي الحلقة شيء يعني كبير عندي أنا. الله يسلمك. وأنتم أكيد مشرفين المكان كامل، ما يحتاج. الله يطول عمرك. أستاذ عبد العزيز، يمكن أول سؤال نسألك دام معنا النجم مهند، متى تأسست أكاديمية نادي الرياض لكرة القدم؟ طبعا هي فكرة طويلة شوي، ولا أبغى أطول عليكم. هي ناتجة عن فكر إداري من تنموي للاستثمار للمدى الطويل مع رئيس النادي الأستاذ بندر المقيل والرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف الحميد، فكانوا حريصين تمام الحرص على الأهداف المستقبلية وليس الأهداف البسيطة والقصيرة المدى. كانوا جلسوا معي كذا جلسة للأهداف، يسمعون وش الناتج اللي بنوصل له إن شاء الله في المستقبل، أو وش الأهداف اللي نبغى نحققها في الأكاديمية. فعرضنا لهم الأهداف وإلين اقتنعوا بالفكرة كاملة وأيدوها، وبالعكس وأي نجاح كان في الأكاديمية فالشخصين هذولي كانوا وراء الدعم هذا والنجاح هذا. والله نعم، ونمسي عليهم بالخير عبر هذا المنبر، ويستاهلون هذا الثناء منك صراحة. وبيض الله وجيههم على هالمبادرة يعني اللي ما هي مستغربة عليهم، وإخواننا اللي متلازمة داون يستاهلون مننا الأشياء الكثير. فمتى تأسست أنت؟ ما بلغت. تأسست في 1/8 تقريبا 2021. 2021 لها كانت البداية تقريبا سنة. سنة إيه كملت سنة. بعدها انطلقنا لافتتاح مدارس بالتعاون مع مدارس التربية النموذجية، وافتتحنا أكاديمية. كان الهدف أنه ننشر أكاديميات نادي الرياض على مستوى المملكة، لأن أهدافنا كانت كثيرة وطويلة ومهيب على هدف معين ولا هدف قصير، فمو بس هدف بعد كرة القدم، جميع الألعاب المختلفة. في أحد النجاحات اللي حققناها أعطينا فكرة اللي هي فكرة أكاديمية متلازمة داون، وكانت تأييد من الأستاذ بندر أبو فيصل رئيس النادي، وأيد وأكد وقال بالعكس ابدأ من اليوم. فسعينا إلين بحثنا عن الكوادر. طبعا الكوادر التدريبية المتخصصة في متلازمة داون نوادر جدا،
يعني بحثنا وإلين حتى وجدنا المتميزين، اللهم لك الحمد. بعد ثلاث شهور من قبل تأسيس، بعدها سوينا زي الاتفاقية البسيطة مع سبيشال أولمبيك بالتعاون معهم بدعمهم بأخذ بعض آرائهم ومقترحاتهم لنجاح متلازمة داون، لأن كرة القدم أنا جاني أكثر عتب وأكثر عقبات اللي وصلتنا أنه متلازمة داون لن يكونوا لاعبين، فنحن أمام التحدي هذا والحمد لله حققنا بعض النتائج، وبالعكس اللي عتبونا صفقونا بهذا النجاح. والله شوف يا أستاذ عبد العزيز، من النجاحات يعني وجود اليوم مهند ما شاء الله، نبيك تتكلم عن مهند يعني من النجاحات اللي موجودة يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا، هذا عبد الرحمن. يا هلا عبد الرحمن، يلا حية. وين اللي عطتك يا قبل شوي؟ هذه كيف الحال؟ يلا حية. هلا هلا، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب كيف الحال؟ منور والله. هذا الدكتور مشعل. لا لا، هلا عبد الرحمن، مرحبا مرحبا مرحبا. من أبطال متلازمة داون. أبشر أبشر أجيبه. نعم. أهلا عبد الرحمن، مرحبا. يلا حيا. يلا حيا عبد الرحمن. ترى شاعر. شاعر بعد. هنا يجلس محمود ولا تبيه معهم؟ يلا استريح. يلا حيا. تفضل. اليوم اليوم شاعر ومذيع معي، خلك. بيجيبوا له المايك. يعني من النجاحات. احنا نرجع للمحور اللي من النجاحات مهند، وجود مهند اليوم يعني انا اشوف انه في نجاحات كثيره او قصه عند مهند، وانت اكيد انك عارف القصه. نعم. طبعا مهند المدرع حقق منجزات من بدايه 2012 الى اليوم هذا في الالعاب المختلفه. حلو. حقق تقريبا 9 ميداليات ذهبيه. جميل. في البارالمبيه ما شاء الله، وحقق ميداليتين ذهبيه خارج المملكه ما شاء الله تبارك الله، واحده في النمسا بالتزلج وواحده في دبي ما شاء الله تبارك الله. فنجوم الى الان ما سلط عليها الاضواء. يعني انت اكتشفت بس السنه هذه بس اللي هو يعني ما شاء الله انت اكتشفته بس لا هو في اجتهاد من الاهالي ما شاء الله، ولكن ما زلنا نطمح انه يكون في اضواء اكثر واكبر، خصوصا ان المملكه العربيه السعوديه رافد كبير للرياضه وداعم كبير للرياضه. صحيح. وان كمتخصصين او مختصين بالتربيه البدنيه او التربيه الرياضيه او المتخصصين بالاداره الرياضيه ما زلنا مقصرين تجاه الدعم اللي يقدم لنا، فنبغى نقدم لو شيء بسيط لهذا الوطن العظيم. يستاهلون واكيد مهم ناسينهم باذن الله. باذن الله. بإذن وانت الله. هنا ترى توصل صوتهم يعني. يا رب يا كلنا رب. هنا نوصل صوتهم. الله يجعلنا عند حسن الظن يا رب. نطلع الدكتور الجميل مشعل اليوسف. طبعا انت اليوم احنا بناخذ وقتنا معك لانه في اشياء كثيره يعني ودنا نسالك لانها مهمه. الابتسامه مثل ما قلنا. وش الأشياء يعني اللي مثلا الحين في كثير متجهين يقولون نبي الابتسامة اللي هي الابتسامة الجديدة، فكثير ودهم يفكرون هل حنا ودنا نسوي الابتسامة أو فيها أضرار أو فيها تساؤلات كثيرة أنت عارف. صحيح صحيح. إيه؟ أنا بخصوص الموضوع هذا تجيني كثير يعني مراجعين بخصوص الابتسامة أو أن تغيير الهوليود والأشياء المنتشرة حاليا في الوقت هذا، لكن أنا أنصح جميع المختصين في هذا المكان في هذا الوقت يعني انهم يعني يحاولون يوصلون الشخص متخصص يوجههم توجيه صحيح، لان في بعض الحالات مو جميع الحالات تصلح للابتسامه، في حالات علاجيه قبل ما تكون ابتسامه. فيعني الشيء الجمالي مطلوب، لكن الشيء الجمالي مطلوب يكون عند انسان متخصص عشان يعرف يشخص الحاله، يعرف وين يتوجه، يعرف يسوي له الخطه العلاجيه. ممكن اغلب الحالات اللي تجيني في العياده انا شخصيا يعني اوجهها للشيء العلاجي قبل التجميل، لان انت مثل ما انت عارف يعني الموضوع مو هو تجاري يعني بحت، الموضوع للمريض نفسه يعني اهتمامه بصحته. صحيح. وما في شيء يعوض السن الطبيعي يعني بالوقت هذا. هذا صحيح. اي فالواحد لازم يعرف انه يتوجه لمن ويعالج عند من، ويعرف ان الشيء هذا هل يناسبه او ما يناسبه في المستقبل يعني. طيب احنا شفنا دكاتره كثير الحين يسوون يعني العروضات خاصه على الابتسامه، فحنا ودنا كيف نعرف ان الدكتور هذا يعني ما شاء الله تبارك الله يعني نروح يستاهل ان نركب عنده ابتسامه، لانه بعض المرات ان العروض يعني تكون تجذبك بس ما تدري هل الدكتور يعني
يضبطها لك او تخرب معك يمكن من بعد 6 شهور 3 شهور 4 شهور. طبعا القرار هذا يعني قرار مصيري لا عوده فيه. هذا صحيح. المشكله ان اذا قررت نفس القرار هذا يعني انت ما راك تقدر ترجع فيه. لازم تسال الطبيب المتخصص عن مؤهلاته، يعني مو بس صور مثل ما هو المتداول الان، او تسال عن الضمانات او تسال عن الروائح او كل شيء. لازم تكون في حاله تستدعي انك تسوي التركيبات بغض النظر عن اي اشياء اخرى، فتسال حتى الطبيب يعني في طيب وش الحالات اللي تستدعي؟ يعني في ناس تجي بتصبغات من طبيعه تكوين السن نفسه، هذا تستدعي. في ناس تعاني من تسوسات في الاسنان الاماميه عشان كذا تستدعي انها تركب. في حالات علاجيه فقدان الاسنان تستدعي انك تركب. مو اي شيء تاخذ فيه قرار في الابتسامات. ولا يعني وانا اتمنى من الناس كلهم يعني ما يروحون وراء الاعلانات على طول يعني بخصوص الموضوع هذا، لان هذا قلت لك قرار مصيري ياثر عليه في المستقبل، لان كثير شفت ناس صراحه ركبت وعانت معاناه شديده صراحه. طيب دكتور، انا اسناني يعني ما فيها شيء، لكن يمكن يكون مثلا لونها بس شوي مايل للصفار، وابي يعني زي ما تقول الهبه الجديده، ابي اسناني بيضة، فانا ما فيها شيء اسناني، لو اتجهت طيب هل في اضرار علي انا؟ لا، هو ما فيها اضرار اذا كانت صفه اسنانك ممتازة، الأطباق عندك ممتاز، تبي تركب أسنان، فأنا أقول لك لا، قبل لا تحاول تفكر تركب، في حلول بديلة، في عندك تبييض، الدكتور عندك يقدر يسوي لك تبييض في العيادة، أو تبييض تستخدمه قوالب في البيت عندك. طيب هل التبييض يجيب درجة الابتسامة؟ طبعا، في على حسب الاستخدام، وتختلف من طبيعة المريض للمريض، يعني صحيح. عرفت طبيعة تكوين السن نفسه، ممكن تكون نتيجة مرضية له، بس أنت عارف الناس الحين التصبغات والاشياء هذه مع كثره القهاوي، في ناس الاكلات، المدخنين، فتحس ان التصبغات بصوره سريعه تجيهم، لكن ما يمنع ان الشخص يقوم بالتنظيف دوري كل 3 أو 6 شهور ويقوم بالتبييض. اذا ما كانت النتيجه مرضيه بالنسبه له يتجه بعد ما يتاكد انه يكون عند انسان متخصص في التركيبات، او انسان يكون يعني عنده امتيازات سريريه انه يقوم بهذا العمل من التركيبات. جميل، يعني ما فيها ضرر اذا اخترت الدكتور المناسب. اي نعم، اذا اخترت الدكتور المناسب وكانت حالتك مناسبه ومختص ما راح يكون فيها ضرر، يعني ما راح تكون فيها نفس ما تعتقد العالم، التركيبات تسبب روائح يا دكتور، التركيبات ما تحتاج تنظيف، التركيبات ممكن تجمع عليك اكل، هذا كله غير صحيح اذا كانت يعني الشغل يكون عند احد الناس المختصين يقوم بهذا الشيء. بس دكتور لازم يصير فيها اهتمام اكثر. طبعا في كثير من الناس بعد التركيب يقول خلاص هي بيضة، خلاص هي بيضة انا ما يحتاج افرش. ممكن مداخلة اكيد، الله يطول عمرك دكتور. في مشكلة بعض الناس او بعض يروحون السن، نتفق جميعا ان السن الرباني لا يعوض. نعم اكيد، يعني بعضهم يروح ينحت السن الين يصير زي ثم يروح يلبس عليها تركيبات السن هذا، وهذه مشكله انه يعني خلاص راح الاصل، يعني السن يروح ينحت السن لين يصير زي الابره او اي. نعم والله شوف، انا قلت لك شاعرنا عبد اللطيف بخصوص الموضوع هذا، الدكتور هو اللي يحدد ان السن هذا هل يكون عدسات او يكون تركيب كامل، عرفت؟ بامكانه ينظف السنون ويركب العدسات بدون ما ينحت السن. طبعا هذا قلت لك اذا كان الحاله اطباق المريض صحيح 100%، ما عنده مشاكل تقويميه في اسنانه، ما عنده تزاحم اي مشاكل ثانيه، ممكن ما يحتاج برد. في اسنان طبعا انا اقول لك من بين كل المرضى، يعني من كل بين 100 مريض ممكن تلقى اطباقهم سليم يمكن 5، تخيل؟ يعني تلقى 5 اللي تستدعي حالتهم انها تحتاج انها البرد الخفيف او البرد اللي بدون عدسات. ما في شيء اسمه تجي للدكتور تقول له انا ابغى الحاجه الفلانيه بدون برد، لا، الدكتور اللي يحدد الحاله ثم بعدين. اما اذا دخلت على الدكتور قلت له سوي لي كذا وطاوعك، لا، جميل، تاكد من طبيبك. طبعا على المداخله هذه اشكرك يا شاعرنا، لكن بنسمع شيء منك، لان اول ما دخلت قلت انا ببدا بالوطن، لان الوطن يستاهل مننا كل خير صراحه. اكيد صحيح. اولا نسال الله العلي القدير ان يديم علينا نعمه الامن والامان، اللهم في ظل الملك سلمان، في ظل ولي عهده الامير محمد بن سلمان،
أن الله ينصرنا على كل عدو يحاول يسيء لهذا الوطن. الوطن الحقيقة ما بنكتبنا عنه ما نو في حقه. فأقول يا وطن كلي فخر كلي شموخ ومعنوية، يا وطن فيك أتباها والشعر فيك يتباها، يا وطن لك حاكم على عروش الأفضلية، كل قمة تعجز الحكام من طيبها رقاها، فيه عزم وفيه حزم وله مكان وقابلية في القلوب اللي ملكها والديار اللي حماها، سيدي سلمان بن عبد العزيز أزكى تحية من ضمير مواطنيك اللي تجدد لك ولاءها. سيدي سلمان بن عبد العزيز أزكى تحية من ضمير مواطنيك اللي تجدد لك ولاها، ولا ولي لا ولي العهد زيزوم السرية، حقق الرؤية وعزز هيبة الدار وبناها، الأمير بن المليك الفذ محمود السجية، راية الأمجاد والتاريخ في عصرها خذاها، العمام أخوان نورة نصرة المجد الأبية، والخوال رجال يام اللي يجملها نبأها. الله نعم. سؤال صح لسانك، صح لسانك. الوطن يستاهل خير ويسلمكم، مهما كتبنا مهما قلنا عن الوطن لأنه في حقه، وهذا جزء بسيط لولاة أمورنا الله يحفظنا. نسمع منك اليوم أشياء كثيرة، والوطن يستاهل كل خير. وأول ما يعني استفتحنا بالقصيدة حقتك عن الوطن، نسمع شيء ثاني. أو شوف نبي قصيدة قريبة لقلبك، هذه دائما أسألها أنا لضيوف. أقول في ذمتي ذمة ما غيرك على البال، يجمل محطاتي ولذة السنين يا الجاد للي كل ما فيك يختال، أنت هوى عمري ولهفة حنيني ينفاس نجد ويا بدايات موال، غناها ابو نوره وشلتها هجيني، استوطنت قلبي من الجال للجال، رمية مصيافها موق عيني، عزيز قوم وعزة الرجل دسمال، انهاه ولا ها فالله يعيني، لكن علي حال وفي كل الاحوال تنشدين من الغلاء فانشديني، عبد اللطيف يقول وان قال لك طال وان طال طلتي نجمة الفرق ديني، اسوقها ويطيح من عيني رجال، وإن شفت زولك صار حبي طحيني، كنتي ولا زلتي وأنا كنت ما زال، أجمع شتات العمر لا تشتتيني. الله أكبر. سلام. صح لسانك، صح لسانك والله يا شاعر. الله يطول عمرك إن شاء الله ويسلمك. أستاذ عبد العزيز، طبعا أنت تكلمت عن متى تأسست اللي هي 1/8/2021. أي نعم. نبي الأهداف. أهداف ما عطيتنا الأهداف. إيه نبي الأهداف ضروري، لأن أكيد أي شيء لازم له أهداف، فحنا ودنا نعرف الأهداف منك. ودائما غالبا الأندية تعاني من المواهب، من ندرة المواهب أو من إيجاد المواهب، فدائما إذا جت مرحلة الصيف طالب بتجارب الأداء والطالب بإعلانات وتكلم المسؤولين أو المدربين بالبحث عن المواهب. صحيح. أو بعض المدارس. صحيح. فالهدف اللي حققناه في أكاديمية نادي الرياض أو بشكل عام أكاديميات نادي الرياض سواء في كرة القدم أو الألعاب المختلفة هي بنية تحتية للفئات السنية، هذا هي الأساس طبعا قبل كل شيء طبعا، ومن ضمنها طبعا الأندية الآن صارت تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعم الوزارة فيها تحقيق أهداف ربحية للأكاديمية، اللاعب الموهوب يستثنى من هذه الرسوم ينضم تلقائي للفريق سواء في كرة القدم أو في الألعاب المختلفة، كذلك من الأهداف اللي هي أهداف مجتمعية، كلنا نعرف أن المجتمع الأغلب أو العالم كله بعد حادثة كورونا صاروا العالم كلها ملتزمة في البيوت. صحيح. راكنة، عدم ممارسة الرياضة. صحيح. وجدنا زيادة في الأوزان وزيادنا. صحيح. عدم ممارسة الرياضة، وهذا كله راح يأثر مستقبلا في الله يكفينا وياكم شر الأمراض اللي هي أمراض العصر، عدم الحركة، السكري، الضغط، هذه كلها تأثر خصوصا على الجيل. صحيح. الجاي. طيب أنا سمعتك تقول عن الرسوم. اي نعم. وش الرسوم؟ تكلمنا أكثر عن الرسوم. يعني الرسوم. بيشترك مثلا عندي مثلا
شخص أبيه يشترك عندكم، كم الرسوم؟ هي طبعا عشان تكون بالصورة قبل الرسوم، هي في ناس يقول لك أنا أبغى أشارك في الأندية، فيكون مستواه أقل بكثير من يكون بالنادي، فحرام أنه ينحرم من ممارسة الرياضة، فنوفر له مدربين لتطوير الموهبة أو للأشياء الرفاهية والترفيهية. جميل. أي نعم. جميل. طيب المبالغ؟ مبالغ تكون قليلة تقريبا، من 600 تنزل إلى 400 إلى 300 شهري. أي أي نعم. حلو. طيب اليوم معنا عبد الرحمن حلوان، صح؟ عبد الرحمن نجم. عبد الرحمن منور والله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عاد يقولون متحدث ما شاء الله تبارك نعم. الله، وأنا معجب بشخصيتك والله يا عبد الرحمن. اليوم شوف الحلقة حلقتك، اليوم نبيك تبدع. شاعر هو بعد؟ إيه، عندك قصيدة رد على اللي يأخذون أو ينتقدون متلازمة داون أو يناظرون نظرة أقلية، في رد من عبد الرحمن. شوف الحين عبد الرحمن لو متسابق تدري أنهم يخصمون عليه، تدري ليش؟ ليش؟ مطفي المايك. تعال نشوف المايك. قم بالله عبد الرحمن، وقف معي. وين ال تكلم عبد الرحمن الحين تمام؟ بسم الله. ايه عبد الرحمن، وش القصيدة ما شاء الله نسمعها؟ ترى شاعر عندنا بعد. ها ما شاء الله. عندي قصيدة عن المغولي، وانا طبيعي. اكيد انك طبيعي. اقول قالوا اني عاجل جاهل فابسط حقوقه، قالوا ناقص قالوا قاصر ادفع الاشياء تعوقه، وانا رب اللي خلقني وجسدك وانا عروقه، قدر الزود بخلايا وصبغ بان تفروقه، جل رب اللي عطاني مثل ما اعطاكم وفوقه، حتى نوماني مميز برد وقتي من حروقه، زايد عنكم طموحي وانا ونجاح لا خفوقه، انا وافي ماني ناقص اسال الصبح وشروقه، كل يوم اسعى لحلم تلمع في عيني بروقه، همتي تسمو مشي ما عض في بيع سوقه، همتي عنها يجنب كل فاشل متروقه، والغلاء اللي احترمني والمشاعر لا صدوقه، امتلكني باحترامه قرتي الشوقي وموقه، ما فخر بغير فاخر معدنه اصلا وذوقه، ومنعتني غير فاشل شوف فرحي متسوقه، البطل عبد الرحمن حلوان. الله الله الله، صح لسانك والله، صح لسانك يا حبيبي انت، صح لسانك والله، الله يطول بعمرك. والله انه شجاع، اقسم بالله انه شجاع، وغير كذا هو يوم يقول انه مو ناقصني شيء، هو صحيح مو ناقصه شيء، لاني انا شوف الحين انا وانا مقدم هنا انا ينقصني اشياء كثيره، واللي هي الشعر يعني ما شاء الله والله ما اقدر عليه، وفن الالقاء اللي عنده يعني انا ما اقدر عليه، فترى عندك مميزات والله اني انا ما اقدر عليه. الله يطول بعمرك. فانت اليوم شيء كبير عندنا وشيء مختلف. الله يطول بعمرك يا عبد الرحمن. الله يطول بعمرك. دكتور مشعل، يا هلا مرحبا. انت ما شاء الله يعني كنت بعياده حكوميه، صحيح، وكنت خاص حاليا بخاص. اي نعم صحيح. يعني بس سابق كنت بحكومه، صحيح. طيب ليش المراجع دائما يعني يتجه الى الخاص ما يطلع للحكومه خاصة بعيادات الأسنان؟ نعم صحيح صحيح. سابقاً يوم شغالين في الحكومي أنت عارف أغلب المشاكل اللي تواجه المراجعين واللي هي تحت آلية خط المواعيد، نتيجة إطالة المواعيد الحكومي مع أن كوادر متميزة خدمة متميزة كل شيء، لكن دائماً إحنا المراجع هنا يدور سرعة في الإنجاز، خصوصاً أن المراجع يجيك في شكوى أساسية، يعني ما يجيك فحص دوري او تنظيف او اشياء، يجي في يعني مشكله الم او مشكله نزيف او مشكله كسر لا سمح الله او مشكله اساسيه، عشان كذا المريض دائما يدور السرعه في الانجاز، قله يحتاج ان مواعيد اقرب له، فعشان كذا قاعد يتجه للخاص، واذا اتجه للخاص بعد يدخل في دوامه اللي هي انه يقول انا بدخل يدور المصداقيه اهم شيء، ثم بعدين يدور على الجودة، ثم بعدين السعر طبعا. ف
فالمرير يعني بين مكيالين الحين، الحكومي وانتظار المواعيد والخاص الانجاز ومصداقيته. يعني يمكن هو الاختلاف الكبير انه يعني علشان الوقت. اي نعم، هذا الوقت عامل صراحه يفرق مع المريض، خصوصا ان انا قلت لك المرضى ما يحبون الانتظار. ما يحبون الانتظار صحيح. يعني عندنا دائما مستعجلين على النتائج، دائما مستعجلين. فانت مثلا في ناس تجيك مثلا مهمل اسنان 30 سنه يبي يخلص موضوعه في اسبوع، ينتظر تقول له مثلا خطتك العلاجيه هذه تحتاج ان تدخل تقويم فتنتظر سنه، يقول لك لا يا دكتور عطني الحل الاسهل والاسرع دائما. فهذه من الاشياء الخاطئه صراحه جدا. يعني انا اشوف ان المريض لازم يكون يعني متمهل جدا في خطته، لان هذا شيء يعني علاجي. نعم، يحتاج صبر، يحتاج متابعه، يحتاج شغل، تحتاج تعرف وين تتوجه، الى مين تستشير. فما يحتاج انك تروح كذا بوقت تقول انا اعطوني موعد والله 3 شهور او شهر انا بخلص في يوم او يومين. لا، هذا غير صحيح. لازم الواحد يكون متأني دائما في اختياراته جدا، خصوصا لان اسنان جزء صحيح. من جزء من الانسان نفسه، يعني راح تعاني لو سوي اقدمت مهمة جدا اصلا. نعم. شاعرنا طبعا احنا ما نمل منك صراحه، لكن سائر ترى قال عنده مواقف غير القصيد. الله يطول. احنا بنسمع موقف صار معك، موقف يعني طريف شيء. والله يطول العمر، المواقف الطريفه ما اذكر. هذا ترى الطلب من سائر، يعني اذكر شيء سائر دائما الله يهديه يحب. المواقف والله انها واجده يعني، بس ما في شيء حاضر الان يعني، ولا والله الدنيا اذكره. طيب نبي موقف طيب صار معك يعني بالقصيد، يعني طلعت المكان مثلا فيه مثلا مسؤولين. لي مشاركات يعني مناسبات وطنية في اليوم الوطني. جميل. مشاركات على مستوى القبيلة وعلى جميل. وفي قنوات فضائية زي قناة الخدود، قنوات الوادي الفضائية، وسناب 20-30، سناب المملكة 20-30. مقابلات والله كثير واجد يعني ما تحضرني الآن يعني. طيب تذكر أول قصيدة قلتها أنت؟ والله أول قصيدة دائما السؤال هذا صعب. أنا سألت لأن يقول البدايات لا تسألني عنها. لا والله، لكن أنت ما شاء الله البدايات زي الهبوط والنزول. صحيح. الهبوط والنزول إلى حد ما على ما أذكر أقول خويي هو القالط وله مني الصفطان، أقدر صديقي وعدا مني تحاكابه، ولمنه أنكر المعروف ثم راح ولا شان، ذكرتها بطيب ولا نكفاها بغيابه أقوله، وهذا منطقي واللسان إحصان، ولا خير في اللي يجحد الطيب أصحابه. الله عليك، صح لسانك. هذه أول قصيدة، هذه يعني من المحاولات البدايات اللي كنت. طيب كان في موقف يعني صحيح تقدر تتكلم عن موقف أعذرني يعني ما طيب. موقف عابر يعني، موقف وراح. موقف عابر يعني أحيانا الإنسان، وهذه فطرة البشر يعني صحيح، تكون يعني طيب بزيادة مع سين من الناس وكذا. صحيح. وهذا صحيح. وهذه فطرتك وتربيتك، وكل إنسان له طريقة ولا سهل. تنصدم بعض الأمور يعني. وانت ما شاء الله شيخ ولا شيخ. الله يطول لي عمرك يسلمك إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله يا عبد المجيد. أسامك طول. أنا سمعت أن عندك قصيدة عن دولة الإمارات ولا؟ اي بس ودي نحن نخليها في. طيب الامارات يطول العمر، شعب الامارات والله ان نحبه ومن غير يعني قصور في باقي الشعوب. صحيح. الخليج احنا نحب كل الشعوب. صحيح. ولكن الامارات احنا نحبها لمواقفها مع السعوديه. هذا صحيح. ومع ولاة امرنا، ومعنا دائما في السراء والضراء. ف الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، الله يحفظه، نحبه ويستاهل القصيد، وهو فوق القصيد. هذه لازم نلبس النظارات. أقول على صدح المداية حجلب الندرة وصوغ القاف،
لأجل من لبس تاريخه مثل لبسه الهندامة هذا محمد بن زايد هقاوية على المشراف اللي من قامت دولته تقدير القيامة. نعم هذا محمد درعنا لضاقة الأطراف خطوية على كسب الفعول تحقق أحلامه. نعم هذا محمد في زمانه كامل الأوصاف صميدع يروم الطايلة والعز قدامه حكيم الشور حلال العقد ما هو يلد خلاف وعلى القمة يثبت منهجه ويرزز أعلامه يشيل حمول شعبه من غلا شعبه على الأكتاف وفي نهج التطور والحضارة متعب أقدامه كريم مدته يشهد لها عاد سنين إعجاف يوقف دون جاره والخوية ويلجم خصامه نسل زايد وزايد كل شعبه ما عليها خلاف عسى الجنة يا خلاق الخلايق منزل عظامه وقف زايد واسس موطنه بالعدل والإنصاف وخلف له حرار من على الرايات حوامه هنا مجد وهنا عز وهنا تاريخ من الأسلاف وهنا شعب عزيز دون داره يكرب حسامه. الله صح سلامتكم الله يطول عمرك. شعب الإمارات يستاهل وهذا رد وفاء منك كشعب سعودي شعب الإمارات وشيوخ الإمارات المواقفهم اللي المشرفة الحقيقة. أنت لما تجي على الشريط الحدودي تقابلهم صحيح تقابل تشوف سياراتهم تشوف جنودهم فهم دائما ولا هي غريبة ولا هي غريبة على الإمارات وحكومة الإمارات وشعب الإمارات صحيح. وشيوخ الإمارات صحيح. أخونا الأستاذ عبد العزيز، الأستاذ عبد العزيز أنا صراحة يعني حبيت مجالك صراحة فأنا بك هل هي الأكاديمية يعني مؤقتة أو مستدامة؟ يمكن تكون السنة اللي أنت قلتها أكاديمية متلازمة داون. أيوه ولا قصدك الأكاديمية بشكل عام؟ لا أكاديمية متلازمة داون. أيوه طبعا أكاديمية متلازمة داون هي أكاديمية مستدامة بإذن الله إن شاء الله إن الله أحيانا سواء بوجودي أو غير وجودي إدارة النادي هذا ديدنها استمرارية ومواصلة في النجاح. أكاديمية متلازمة داون لازم ما توقف لأن الأهالي وجدنا يعني حظوة من الأهالي وفرحة يعني أشبه بالعيد. يقول أحد متلازمة داون يقول ما قد فكرنا يوم من الأيام أنه أحد يستضيفنا في نادي أو بيفكر فينا كنادي صحيح وعندنا مواهب وعندنا قدرة أن نقدم ولكن ما وجدنا أحد يعني يحتوينا. في بعض الأندية ما قصرت قدمت بعض البرامج الصيفية لكن هم يحتاجون زيهم زي الأسوية زي الأقران الآخرين اللي هو المشروع المستدام. فإن شاء الله أنهم مشروعهم مستدام ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله بيوصلون هدفي أنهم يوصلون للمنتخبات البارلمبية إن شاء الله السعودية إن شاء الله بإذن الله عشان بنصور معهم حنا من الحين أجب نمسك بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. طيب هل نادي الرياض يقبل الشراكات؟ الشراكات؟ إيه أكيد طبعاً والأعمال التعاونية. إيه نعم لأنه في أمثلة على هذا الشيء طبعاً الشراكات سواء الشراكات مع مدارس أو الشراكات المجتمعية لنا تقريباً كذا شراكة مع مدارس أهلية جميل. مع جامعة الملك سعود جميل. مع جامعة الأميرة نورة جميل. طبعاً في التطبيق الميداني وفي الميدان في بالنسبة لكلية التربية البدنية جميل. نستضيف طلابهم وطالباتهم للتطبيق في الميدان والإشراف من عندنا وآخرتها نرفع النتائج للجامعة ويتم تقييم المتدرب لأنه طبعاً طلاب الجامعة ما يجدون مكان يطبقون فيه فجاء ثناء على نادي الرياض أنه استقبل طالبات وطلاب جامعة الملك سعود. طيب ما هي الأكاديميات القادمة؟ في إن شاء الله الخير واجد ودنا نعرف أن لازم شيء حصري يعني. والله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله أكاديمية التوحد كرة قدم إن شاء الله بإذن الله ما شاء الله تبارك الله بالإضافة إلى أكاديمية مجتمعية جاهزة هي يعني إن شاء الله مع شراكة مع أحد الجهات جميل إيه وفي عندنا طبعا اللي هو أكاديمية بحي الفيصلية أنا طبعا معلم جميل. تربية بدنية بحي الفيصلية جميل. طبعا الحي مليء بالمواهب طبعا لا يخلو جميع الأندية إلا أنه الكلام عندك أنت مكتشف الحين لازم تكتشف المواهب أي نعم إن شاء الله الله ينفع بنا يا رب الله بالنسبة لحي الفيصلية جميع الأندية اللي بالمملكة العربية السعودية
مستحيل تجد نادي ما فيه اللاعب من حي الفيصلية. ففي مواهب لكن ما في أي اهتمام، خصوصا عندهم مشكلتهم، عندهم بعض العوائق المالية، بعض العوائق اللي هو الباص ما يوصلهم صحيح. أو ما عنده قدرة أنه يوصل. فالنادي سخر هذا الشيء إن شاء الله وبيفتح أكاديمية داخل حي الفيصلية غير ربحي. الله يعطيكم العافية. والله الله يعطيكم العافية. وهذا طبعا الصوت. كلها جهود قائمة من إدارة النادي، يعطيهم العافية. حنا عاد نبي اليوم عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن معاكم ولا؟ أكيد. وش الأشياء عبد الرحمن اللي ودك تقدمها بالمستقبل؟ مستقبل إيه يعني بتكمل إنك شاعر؟ لأنه أنت بعد متحدث. قفل مايك. ترى بيخصمون عليك تطفي المايك. لأنه أنت تكون إيه. وقف لا وقفك. إيه لأنه هنا قاعد. كيف؟ الحين يلا حي الله يبقيك. يلا ما شاء الله شرفنا فيك. الله يطول لي عمرك. يلا خلي يجينا واحد. يلا استريح سير بيجيك الحين. لازم تشوفوا لنا عبد الرحمن اليوم. عبد الرحمن عنده ابداعات ما شاء الله. ايه لكن المايك ما شاء الله عليه بيشوفون. ايه ما شاء الله تبارك الله والله مبدع. تكلم لنا انت عن عبد الرحمن. طبعا الأكاديمية متلازمة داون الحمد لله لها 3 أسابيع تقريبا من الانطلاقة، فما زلنا نرحب بجميع الأعضاء، مفتوح الأعمار، محددين لهم طبعا، وبالعكس مفتوح لهم، وحتى أهاليهم يجون يجلسون بنفس النادي. طبعا أغلب متلازمة داون هم كانوا يقولون أنه لا يمكن أنها تنجح الأكاديمية، أنه اللاعب بيسجل هدف في باله طبعا بنسبة الذكاء، والحمد لله وجدنا العكس وفي فيديوهات تثبت الشيء. إيه هذا انا الحين بعرضه فيديو. ايه بعرضه فيديو. لعبوا مع قرانهم الاخرين من غير متلازمه داون، ولعبوا مباراه معهم وقدموا مباراه ممتازه، فهذا دليل رد بسيط على اللي حطمنا شوي. ما شاء الله. لا والله ما وضع بعض العقبات. لا اقول لك شيء، انا والله ودي اني اتدرب صراحه عند عبد الرحمن. بالعكس الله يحييك. والله صدق ودي اني اتدرب. فان شاء الله ان صرت مدرب تراني انا طالب عندك بتعلم. مباراة النصر. نصراوي؟ نصراوي. كفو والله كفو. طيب عطني بالله المقطع، جهز المقطع محمود. من اللاعب عبد العزيز؟ المهارة؟ اي طلع لنا المقطع. عادي خذ راحتك. اعزائي المشاهدين مثل ما انتم شايفين المقطع هذا ما شاء الله تبارك الله، هذه في اكاديميه نادي الرياض المتلازمة داون. كيف اللاعب هذا ما شاء الله تبارك الله؟ مهند. اي مهند. مهند يمكن سوى المهاره، يمكن حتى بعض الاسويه ما يقدر يسوي المهاره. ما شاء الله تبارك الله. كم هدف بالله جاب؟ كم هدف؟ هدف أنا خلاص أنا زين زين قلبي حلو رأس سباحة سكيت
لا نبغى اللي في القدم. كم سجلت كرة القدم؟ كرة القدم كم سجلت من هدف؟ 13 يوم المباراة. 18 ايه ما شاء الله 18 ما شاء الله تبارك. انت الهداف ما شاء الله. هو الهداف عندكم ولا؟ ما شاء الله تبارك الله. جبت طيب هدف راس كذا؟ انا فاس الذي ناول اصبح كل قدم رياضي يا ما شاء الله. مهاجم ها؟ ايه ترى له مستقبل على الشيء اللي شفناه له مستقبل. طبعا انا طبعا بالاكاديميه طبعا مو مشروع فرد واحد هو مشروع نادي كامل. المشرف العام على الاكاديميه طبعا انا ومعي مشرفة ذوي الإعاقة. نعم. الأستاذة سلمى المنصور وهي خلف الكواليس طبعًا من الناس اللي. مسي عليها بالخير. إيه سعت وساهمت في نجاح البرنامج. من الناس اللي دفعت. الله يكتب أجركم ويعطيكم العافية. من الناس اللي ساهمت في هذا النجاح. كذلك المدرب زياد الزهراني. والإداري الأستاذ عبد الله المقاطي. نعم والله. ومجموعة كبيرة بالنادي كلهم وقفوا. خلف الأكاديمية. أجل أنا أحتاج لي زيارة صراحة. والله بالعكس. والله أحتاج زيارة. يعني ما شاء الله. أنا يمكن غالبا طالع في الأضواء لكن النجاح عند الأشخاص الآخرين. يا حبيبي أنت. أعزائي المشاهدين طبعا عندنا حنا وقف رؤوم في مكة وقف الأيتام يحتاج وقفتنا جميعا في هذا الوقف وأنتم مثل ما أنتم عارفين لازم نقف كلنا جميع مع وقف الأيتام لأن الأيتام يحتاجون مننا وقفة صريحة. طبعا في ارقام التواصل تطلع على الشاشه تقدر تتبرع 300 وتقدر باللي انت تقدر عليه. لا تنسى اخواننا في وقف الايتام ترى يحتاجون وقفتك معهم باللي انت تقدر عليه. معك 300 معك اكثر الله يكتب اجرك. ارقام التواصل كل شيء موجود على الشاشه تقدر تتواصل معهم تقدر تشترك باللي انت تقدر عليه فالله يكتب اجركم جميع. يعني يمكن هذا البرنامج الثاني اللي ما قصروا جمعية رؤوم معنا انهم خلونا نساهم لو بالشيء القليل معهم فيستاهلون وقفتنا جميع. لا تخلون اخواننا في وقف الايتام يستاهلون. دكتور يا الله يا دكتور انا اليوم معجب صراحه بحضورك لانه انا مركب ابتسامه صراحه علشان كذا. لكن عندي سؤال اكيد انه بخاطرك يا استاذ عبد العزيز ليش الحين دكتور الاسنان دائما كذا ليش دكتور الاسنان ما يركب ابتسامه هوليود؟ والله قلت لك يا عبد المجيد لازم المريض يكون على وعي تام. لا اقصد دكتور الاسنان عادي نفس ما يقولون طبيب العيون لابس نظاره. توي بقول انا بقول زي كذا لاني انا رحت لدكتور عيون لابس نظاره صدق. انا في عندي زملاء كان ترى النظر عندي تعبان هو عالجني هو لابس نظاره سبحان يعني فعشان كذا انا سالت. والله شوف عبد المجيد انا دائما اقول ما في شيء مثل الطبيعي. تخيل ان طبقه المينا اللي في الاسنان هي يعني اقوى نسيج في جسم الانسان. تخيل صحيح. اقوى نسيج صحيح ان المشكله اللي فيه انه ما يتعوض ما يعالج نفسه او شيء لكن ما في مثله. يعني اذا بديت تهتم فيه او زاد الاهتمام والتفريش واستخدام الاشياء المناسبه له مثل الخيط والاشياء هذه خلاص يعني ما تحتاج. انا لو كان في حاجه علاجيه يعني سويت ابتسامه اما في حاله تجميليه الحمد لله بالاهتمام يقدر الواحد يوصل افضل نتيجه من افضل ابتسامه صراحه يعني. طيب دكتور انت عارف الاسنان زي ما قلنا يبي لها اهتمام لكن اذا كانت من البدايات اللي هو عند الاطفال متى يستخدم فرشه الاسنان؟ والله شوف عبد المجيد هذا قبل لا اجاوب على السؤال هذا لازم في احصائيه طلعت من وزاره الصحه كانت الاحصائيه يعني جدا خطيره شفتها. يعني تخيل ان نسبه التسوس عندنا في المملكه اكثر من 90% عند الاطفال. يعني تخيل يعني من بين كل 10 اطفال في 9 مصابين في التسوس في الوقت الحالي الان. يعني هذه الاحصائيه طالعه حديثا يعني كبيره يعني احصائيه كبيره هذه دلت 90% انت تتكلم ان دل عن ان التسوس هذا مشكله يعني صارت يعني مشكله انه ما في اهتمام يعني ما في اهتمام من الاهل طبعا لان اللي عابر يعامل السن هذا انه سن لبني فيبدل يطلع مكانه واحد وهذا صحيح. اعتقاد خاطئ يعني المفروض انت هذا كثير ترى ناس زي كذا يعني يقول السن بيتبدل وبيطلع سن ثاني وما هو ما يدري متى يطلع السن الدائم اللي وقته يعني الاسنان الدائمه تطلع من عمر 6 الى 12 سنه لكن انا اقول كل مره يجي يقول لي دكتور متى ابتدي افرش اسنان اقول من تشوف اول سن عنده يطلع بالفم فرش طيب عمره سنتين يا دكتور
ست شهور ثمان شهور اقول عادي اللوم قطعه قماش ولا شاش وتفر و... اي عشان كذا بس الطريقه لانه مرات تكون الفرشاه بعد لا لا يعني طبعا تتكلم خشنا عليهم لا ست شهور من تشوف اول سن طالع لازم تبتدي تنظف اسنان. تقول لي والله دكتور اقول لك نعم هذه ما في مشكله قطعه شاش طيب بسيطه. اسهل طريقه قطعه شاش بسيطه وتمر الام على اسنان الطفل بعد لان انت الحليب يعني يعتبر فيه من المواد اللاكتوز يعني سكر يعني فخليته الحين انا لو تشوف الحين المشاكل اللي بالوقت هذا اغلب التسوسات للاطفال قلت لك يعني من بعد عمر سنتين الام حطت الرضاعه في فم الولد وخلته نايم فيها الى ثاني يوم فتشوف المشاكل العالم اقول له تقول له دكتور يعني عمره فوق السنتين اقول له تحط ليه يعني قله الوعي من الامهات تعرف الوقت هذا يعني حتى عدم الاهتمام الجوالات الاشياء هذه هي اللي خلت عدم الاهتمام من الام فتخلي الرضاعه في فم الولد ثاني يوم ثالث يوم يعني تجينا اعمارهم ثلاث سنوات اعمارهم مدمره اسنانه فيجي اقول لابوه ان هذه مشكله خطيره يعني اول شيء توقف الرضاعه عنه يقول لي دكتور يعني ما راح ينام ما يبكي وما ادري ايش في حلول يعني حلول بديله للموضوع هذا يعني انا اقول الاهتمام بالاسنان اللبنيه مثلها مثل الدائمه عند الاباء طيب انت قلت الحين شاش يعني اقل الاشياء شاش لكن هل في معجون طيب للاطفال لا الاطفال يبتدون يستخدمون المعجون يعني احنا نستخدم يعني اي هذا اللي خايف منه عشان كذا ودي ان في معاجين خاصه للاطفال زين ما تضر ابدا وبعدين انت تحط له مثل يعني مو مثل ما تشوفون في الاعلانات اللي خط من اول الفرشه لاخر الفرشه لا حط زي قد حبه البازلة يعني اقل من حبه البازلة حطه عليه وخليه يفرش يعني عادي حطه مثلا واحد عمره سنتين كذا لا لا عشان انا اقول لك يعني بدا يبتدي وعي الطفل يعني من عمر يعني ثلاث سنوات ونص يكتمل الادراك على حسب طبعا ادراك البنت في العمارة الصغيرة غير ادراك الولد صحيح فتدرك بسرعه وصدقني يعني لو المسألة هذه مسألة عائدة يعني لو شاف أبوه ولا أمه تقوم بالشيء هذا قدام عين الطفل يغلط فراح يسوي يقوم بدوره بالاهتمام في الأسنان وكل شيء والطفل وأنا أوصي الآباء يعني مو شرط أنت تجي العيادة في مشكلة بأسنان ابنك تعال بمشكلة كشف دوري عشان الدكتور أول مرة ما يسوي إجراء مع الطفل يعني يحتاج تتدخل في إجراء فعشان كذا يعني أنا يعني أوصي الآباء أمهات إنهم مراجعاتهم الدورية للأطفال جدا ضرورية مع النسبة الخطيرة اللي طالعة يعني أتكلم عن 90% من الأطفال المملكة العربية السعودية فيهم متسوس هل السبب إنه ما يفرشون الأسنان ولا السبب الأكل لأنه الحين بعضهم يقول الشوكولاتة هذه اللي تسبب هي هذه طبعا أنا أقول لك أنا دائما يجيني أقول له استخدم الأشياء اللي تذوب بالفم ما تسبب يعني ممكن الشوكولاتة اللي تجي الذايبة افضل من الشيبس او البطاطس والاشياء اللي تبقى في الاسنان اللي يعلق هذا اللي يعلق عندي مشكله انا فيه يعني لو تعطيه قطعه شوكولاته بس انها تذوب هذه ما تقعد في الاسنان لان التسوس مبني على ثلاث حاجات اساسيه يعني عرفت يعني بغايا اكل وقت بكتيريا خلص بالثلاث دوائر هذه يتكون التسوس فعشان كذا اقول لك الاهتمام في الاكل طبعا الاكل هذا يعني الاكل اللي شغال السناكات المفروض ما تكون نهايه اليوم او بنص اليوم تكون بين الوجبات وبشيء بسيط وانا دائما اوصي يعني شوف بدائل صحيه ثانيه بدال العصائر المحلاه هذه اتجه للحليب اتجه لللبن بدال الشيبس والاشياء هذه اتجه للاشياء يعني اتجه للفشار او الاشياء هذه افضل يعني حلول افضل وبديله يعني للاطفال دكتور ما في طريقه حمايه للطفل من التسوس طبعا في اشياء كثيره يعني الشيء الاساسي في مرحله معينه من العمر يعني حمايه الاسنان صحيح يعني تقدر تجي مثلا تقدر تسوي فلورايد موضعي عند الطبيب هذا اللي يسوي اللي يخلي الاطفال يقوي اسنانهم وفي مراحل معينه من اول ما يصير الطفل عندك عمره 6 سنوات روح للطبيب حافظ على التشققات اللي تدخل فيها لك في شيء اسمه حافظ تشققات نحطه للاطفال اجراء شوف اجراء بسيط غير مكلف يعني وغير وما في الم ما في لا بنج ولا تدخل ولا شيء ويحميه من التسوس نهائيا يعني تصير يعني اذا بديت تدخل مثلا طبيب الاسنان بعمر الطفل عمره 5 سنوات اول ما يطلع الضرس اول ضرس دائم او 6 سنوات تجي تجيب الطفل تشوفه ما في بتسوس قول له يا دكتور ممكن في شيء وقائي في علاج وقائي هذا العلاج الوقائي لو سويته خلاص يعني ما راح يجمعك ما راح يتسوس السن ما راح يحتاج علاج عصب ولا راح يحتاج تركيب في المستقبل عشان كذا كان في عندنا دور جدا مهم للدور الصحة المدرسية يعني
بس يعني لو مفعل بالشكل الصحيح كنا عالجنا أطفالنا من الأعمار الصغيرة هذه. صحيح. يعني خلاص ما راح نحتاج إن نعالجهم، بس كذا راح تزيد التكلفة. أنت عارف من أول أقول لك علاج جدا ممتاز، إحنا لو فعلنا الدور هذا ما راح نحتاج المشاكل في المستقبل، ما راح ندخل في مشاكل تركيب ولا مشاكل تقويم ونحافظ السن، لأنك أنت لو خلعت السن اللبني في عمر بسيط راح يطلع اللي تحته في عمر بوقت أسرع، فراح يسبب مشاكل تزاحم في الأسنان وكذا. فبس قلت لك لازم نغير مفهوم أن الأسنان اللبنية يجب المحافظة عليها حتى وقت ظهور الأسنان الدم. طيب دكتور على المحافظة وزي كذا، متى الوقت المناسب اللي نزور الطبيب؟ والله الوقت المناسب لكل الأعمار سواء أباء أو أمهات، يعني المفروض زيارة دورية كل 6 شهور للكشف الدوري بس، يعني يتأكد. أنا يعني عبد المجيد تخيل، أنا من أغلب المراجعين، أنا أقول لك من كل 100 مريض اللي يجون يسوون عندي كشف دوري 2، يعني هذه مشكلة أو ثقافة يعني لازم تنزل. يتعالج ويروح خلاص. أي يجي في مشكلة ما يجي في شيء، يعني سواء مشكلة أو إنه جاي في جانب تجميلي. فأنا أقول دائما الكشف الدوري مهم، يعني أنا أتمنى إنه يجي لي مراجع من يوم من الأيام يقول لي دكتور يعني ممكن تشيك تشوف أسناني فيها شيء، هل أحتاج تنظيف، هل أحتاج شيء. فهذه من أحد المشاكل الموجودة عندنا، يعني ما في اهتمام، قلة وعي، ثقافة الطبيب. بغض النظر عن الفوبيا من طبيب الأسنان أو أي مشاكل، أو لازم يجي يحاول حتى يغصب نفسه، يشيل نفسه وعياله بصفة دورية، يجي يعني كل 3 أو 6 شهور. نجمنا اليوم عبد الرحمن، أنا شوي طالع فيه ويبتسم. وش قدمت شيء بنادي الرياض عندهم؟ طلعت قدمت حفل شيء؟ لأنه ما شاء الله ترى هو إن شاء الله بيقدم الحفل كل شيء، الحفل والأشياء اللي أحبها. حلو. في طيور السلام كنت أروح له كل يوم. جميل. و إيفنت حقت حقت العام الماضي. جميل. إيه يعني تحب التقديم أنت؟ تقديم كل شيء. طيب الحين تقدر تقدم لنا عبد العزيز؟ معروف. احرجني والله مره. متابع في تويت. جميل. ايش رايك بعبد العزيز؟ طيب قدمه لنا يلا. وين؟ نعم. حلو. بقدم له وكل شيء، اسوي اي شيء لو اقدم. هو مهند. ترى معجب بشخصيتك، يعني ترى عبد العزيز، يعني عبد العزيز يقول ما شاء الله مهند، ما شاء الله عبد الرحمن، وفي كثار يعني عندنا ما شاء الله كلهم مبدعين، بس كلنا معجبين بشخصيتك. إيه. عرفت. لكن احنا ودنا نتعلم منك. راكان في نجوم بعد خلف الشاشه. اي اللي اقول انا ما شاء الله تبارك الله، يعني راكان اخو راكان سلطان. كل شيء. طيب انت عندك قصيده ثانيه؟ ايه عطنا نسمع. عندي قصيده لبيات للشيخ اللي قاله محمد بن زايد. جميل. هو كاتب زياد حجاب. زياد حجاب بن نحيت. ابو طارق. صحيح. اقدح ازناد الفكر نار، ياخذ جزه فتيل لين استوت شمس النهار والناترد ابزالها، وانا اهجوسي في معضج الهزيل ادول كلمه النعم من قالها وان قالها. البارحة ما تكر ربعين الليل من العصر يلي شاد أضلالها، ما نمت بارح وحين مقيل أبغى شياطين تهبى لا والله فالها. أبى تنقل فردادات وعلم الزليل بكلمة شاد أموالها، حم كيف حم ضيف وخوف مزبالها، يسر سبيل يوم أربحت شاد أموالها. أبوك صار بدر التعليم وعلم الذليل بكلمة شاد أموالها، يا جد المظيوم ومحروم لعز الظليل بكلمة شاد أموالها. ما شاء الله تبارك الله. والله ما شاء الله حتى الحفظ عنده ترى ما شاء الله. والله أنا يعني قلت لك أنا إن صرت مدرب تراني عندك أبى أتعلم منك. والله ضروري تستقبلني ولا لازم اكلم عبد العزيز واسطه؟ خلاص كلمه. خلاص عبد العزيز لازم تصير الوسيط بيننا ان شاء الله. يا حبيبي والله يا عبد الرحمن الله يطول. شاعرنا اليوم بنسمع منك قصيده كذا غزليه. انت بتورطني يا عبد المجيد.
أنا أقول الله يعز الرياض وديرته للرياض، أموت في شعبها الغالية وحكامها، ديرت اللي غلاها داخل القلب ناض، الله يسعد لياليها مع أيامها. هذه بويتها بسيطة وصح لسانة صح الدركة. هذه عن الرياض، يا عن الرياض لهم سهل الرياض، الرياض عاصمة القرار السياسي. عدنا نحب الرياض، حبين عاصمة القرار السياسي، حبين النادي والعاصمة. اي والله انت خذيتها اثنيناتها. اي ما يحتاج، استاهل والله. الرياض الرياض يعني الرياض انتم شايفين التطور اللي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يعني والله احنا يمكن احنا نكون محافظات ثانيه ونجي للرياض، ليش؟ لانه هنا التطور، هنا كل شيء صاير. يعني اي شيء انت مثلا هاوي فيه نموذج اي يعني شيء كبير انت شيء بالمناسبه عبد المجيد شايفينه على ارض الواقع. يعني فتحت الموضوع هذا بما ان في قناه يشوفها الكبير والصغير والشايب ولها متابعين كثر على مستوى المملكه والخليج. صحيح. ودنا ننوه من خلال هذه النافذه عن الامن والامان اللي احنا عايشينها في هالوقت. صحيح. اي والله العظيم الواحد لما يناظر على يمينه وعلى شماله وخلافه ويشوف الدول، الله ان شاء الله يخلص نشبهم ويشوف المشاكل، حروب، عدم الامان، زيرو، الامور سيئه. وحنا في هالبلد ننعم بنعمه الامن والامان، وتسافر يا طويل العمر من جنوب المملكه الى شمالها ومن شرقها لغربها وانت حتى جيبك ما فيه سكي. وهذا نعمة. تسافر وهلك في بيت في مدينة، سواء كانوا في مدينة ولا في قرية ولا في هجرة ولا في ولا أنت بخايف. صحيح. وهذا مكسب عظيم يجب علينا نذكر أنفسنا ونذكر الناس، يذكرون أبنائهم، يذكرون عيالهم، يذكر نحافظ على أمن هالبلد هذا، ونقف يدا بيد بجانب قيادتنا. ولا نصدق ما يقال او يشاع في وسائل التواصل احيانا من الناس مغرضين وحاقدين وحاسدين. فنحمد الله ونشكره، احنا محسودين على هالقياده اللي حكمتنا ومحسودين من جميع الشعوب. الله يحفظهم، نحمد الله ان الله يحفظهم، الله يحفظهم ان شاء الله. طبعا كل الكلام هذا الجميل والدرر هذا اللي نسمعها، بنسمع شيء هذه قصيده تتكلم عن نفسها، وهي بالترجمة في عنزه وعنزه لا 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 ونعم في جميع في عنزه وفي جميع القبائل كل الناس فيهم حقهم. اقول باسم يامنا باسم يام بن يصبا حضرنا نمثل يام ونعم. حضرنا لجل قرم نتجمل عزاويه، هذه في مناسبه ما في زواج سائر. باسم يام بن يصبا حضرنا نمثل يام، حضرنا لجل قرم نتجمل عزاويه، سلام عليكم عده ما ذعذعت الانسام، سلام يسوقها كل غاليه الغاليه، محفل شجاع ماخذ في الجميله، وسام سنافي ووقفاته معي غير عاديه، هذا ساير اللي دايما في اللزومه احزام، خوي تعلت في النوايف هقاويه، يا لمن زهمته ما تردد وجاك شمام، ولا من زهمني ما اعتذر منها موليه، نسل شايب بن ذكره يجمل بشرق وشام، نهار الكرم والطيب يا حي طاريه، خماعلة احزام للصحيبه وفزعه المنظام، صناديد على فعل المراجل نارهم حيه، وربعه صناديد الحرايب عمل اخصام، عنوز المواقف والفعول البطولية، تواريخهم دائم تخلد مع الأيام، تواريخ عز واضحة غير مخفية، هذول عنزها قوم ولاها مع الحكام، توقف مع الحكام في ساعة الحية، أقولها وأنا من يام يام الوفاء الكرام، مواقفهم من دون حد السعودية. سلامتكم عنزها يستاهلون، ومن غير نقص في باقي قبائل المملكة كلهم اخوان. حنا في هالمملكه اصبح انتمائنا المملكه العربيه السعوديه، وقبلتنا هي مكه المكرمه. صحيح. اصبحنا عائله واحده، نحمد الله ونشكره. ويام من ما يحب يام، الله يطول اعماركم ويسلمكم، هذا من طيبكم الله يحفظكم وعليكم زود. استاذ عبد العزيز، نبي رساله ودك توصلها للمشاهد.
عن نادي الرياض وعن أكاديمية متلازمة الداون؟ أكيد أول عندك رسالة ودك. أي طبعاً، أولاً نبغى نشكر الوطن، نشكر القائمين والداعمين، ممثلة بولي العهد داعم للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، ما قصروا ومدوا يد العون لجميع الرياضيين. صحيح. وأنا أقول اللي ما عنده ولد يشتري له ولد يدخله في الرياضة. الرياضة الآن قادمة بقوة، بتكون المملكة العربية السعودية رافد للرياضة، وبتكون نموذج حقيقي للرياضة والرياضيين. في دعم كبير ملحوظ من الجميع، فما يقدم للرياضة ما زلنا كمسؤولين مقصرين، ونسعى أن نقدم أكبر وأكثر. وأنا أدعو جميع الشباب والصغار ممارسة أي لعبة من الألعاب الرياضية، ليست حصرا على كرة القدم فقط بل جميع الألعاب، لأنها أولا بتحقق فيها منجزات مستقبلية بالإضافة إلى المحافظة صحيح. على الصحة. نعم صحيح. طيب أستاذ مشعل، الحين مثلا أكاديمية كرة القدم متلازمة الداون بالرياض، نادي الرياض صح؟ نعم. اللي هي موقعها بالرياض. نعم. طيب اللي موجودين مثلا على مستوى المملكة، طيب وين يروحون؟ الخير مقبل إن شاء الله. أو وش يسوون يعني؟ الخير مقبل إن شاء الله يعني، والعشم في الجميع، ما هو بس على نادي الرياض. نادي الرياض بادر بهذا الشيء، وإن شاء الله الجميع إن شاء الله يبادر. طيب مبدئيا ممكن الأم ولا الأب يعلمون على يعني مثلا كرة القدم السباحة؟ لازم يعني، أنت عارف مرات يقولون يعني وش بنسوي يعني عندنا وخلاص، ما يعلمون على شيء، فوش لا. لا هم الفئة الشباب محققين نتائج في الألعاب المختلفة. أنا كان عندي تحدي أنهم يشاركون في الألعاب الجماعية، هو اللعبة الفردية ترى سهل إيجادها، لكن اللعبة الجماعية أصعب. جميل. فإننا نبغاهم نفس الأقران الآخرين، أنهم يشاركون زيهم زي الآخرين، يشارك ومع فريق ومع مجموعة، ويقدر يناول هذا ويسجل من هنا، يصير يعني يعرف مرمى المنافس ومرمى اللي تبعه ويحقق. وطبعا ترى أنهم يوصلون للعالمية ويحققون منجز ترى سهل إن شاء الله، بس يبي لهم بعض الاهتمام. وترى على فكرة أكاديمية متلازمة الداون الحمد لله هذا أكبر فخر، هي الأكاديمية الوحيدة على مستوى المملكة العربية السعودية. الله يعطيكم العافية والله يبيض وجهكم جميع. وغير كذا في ترى في شجاعة بعد، ما هو أي شخص يقدر يقابل كاميرا أو بث مباشر، والشجاعة هذه من مهند ومن عبد الرحمن، يعني أنه يقابلون كاميرا وغير كذا بث مباشر، يعني أي خطأ أو شيء محسوب عليهم تمام. نعم. لكن هذه شجاعة بدون توتر ما شاء الله تبارك الله، ومثال حي أنهم وشخصية يعني، وغير كذا يعني شخصية ما شاء الله قوية. نعم. يعني أمام الكاميرا أهنيك والله يا عبد الرحمن، أهنيك. قلت لك أنا ضروري أتعلم منك. ومهند ما شاء الله تبارك الله عاد ما يحتاج الهداف حقنا، موهوب الهداف حقنا. رسالتك دكتور مشعل للجميع اللي بي يعني يزور عيادة الأسنان. والله شوف، أنا أول شيء في بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس يجب أنها تتعدل صراحة يعني بالوقت هذا. يعني أحد المفاهيم الخاطئة عند الناس أن في شيء جانب علاجي وفي جانب تجميل. الجانب العلاجي أنه يقول لك يا دكتور أنا والله ما أبغى أجي أزوركم بصفة دورية عشان تنظيف الأسنان، لأنك أنت تشيل طبقة من الأسنان والطبقة هذه راح تسبب الصفرار على المستوى البعيد. يعني أتكلم مع تجارب مع المرضى والأغلب الناس يعني، فهذا الشيء غير صحيح يعني. فلازم العالم تتعدل مفاهيمها أن الشيء هذا ضروري جدا، لأنه يقول بعد التنظيف يا دكتور أحس بحساسية يوم يومين، أنت شل طبقة من الأسنان. لا، إحنا شلنا الجير المتراكم حول الأسنان، وهذا الشيء ضروري لابد منه، فلازم يتعدل الموضوع هذا الخطأ. الخطأ الثاني في الجانب العلاجي أيضا يعني، حتى المرأة الحامل يعني كل أطباء الأسنان يعني أو أغلب العيادات يمتنعون علاجه، وهذا العلاج وهذا الإجراء غير صحيح. حتى نفسها المرأة الحامل ما تقدر تراجع الطبيب الأسنان، وهذا المفروض لا يعني، المفروض المرأة الحامل أثناء الحمل نتيجة للتغيير الهرموني، نتيجة للآلام المصاحبة لها، التهابات اللثة طبعا وقت الحمل الألم مضاعف ضرب ثلاثة. فالناس تشوف الشيء هذا تشوفه يعني أنه ما راح تعالج، لا لازم المفروض تتعالج من الشهر الأول للشهر التاسع. طبعا الفترة المحببة هي من الرابع للسادس، لكن ما عندك أي مشكلة، حتى الإجراءات الوقائية موجودة، حتى الأشعة تقدر تسوي، فما فيها مشاكل. الجانب التجميلي أنا أفضل يعني الناس ما تنساق وراء الإعلانات التجارية
الضمانات الغير حقيقية. لأن الحين يروحون ترى يقولون يعني السعر شوي رخيص وزي كذا. إيه لا لا هذا هذا. أهم شيء إنك تسأل عن الدكتور. طبعًا طبعًا تسأل عن الدكتور وعن مؤهله وامتيازاته اللي يقدر يسويها، خاصة في جانبين يعني المفروض الشخص ما يتهاون فيهم، جانب التقويم وجانب الزراعة، هذا جانب جدًا مهم يجب على المريض يحرص إنه يتعالج عند متخصص. أما الإجراءات الباقية يعني تكون تحت إشراء يعني تحت امتيازات سريرية وتحت مظلة وزارة الصحة ما فيها أي مشاكل، لكن الإجراءين هذول جدا مهمين. دكتور متى السن القانوني أو العمر اللي ممكن للطفل يركب التقويم؟ والله شوف أول فترة في أجهزة تقويمية تقدر تنحط من عمر 6 سنوات، لكن الأجهزة هذه يعني أغلب الناس صعب إنه يركبونها، يعني في أجهزة تقويمية عبارة عن خوذة أو زي الأجهزة زي اللجام ترجع الفك، لكن السن القانوني اللي تركب فيه التقويم أو البراكت اللي هي الحديد هذه من عمر 9 سنوات فما فوق. عادي يعني إذا كنت أبي أركب بالبنتي ولا ولدي شد أو تقويم من 9 وفوق؟ من 9 سنوات وفوق نعم. تركب التقويم وتسوي، وطبعا العالم فكرهم أسنان لبنية هم. يعني يأثر؟ لا لأن من أنا أقول لك يطلع على أسنانه دائما من عمر 6 سنوات، من 6 سنوات ل12 سنة هذه نسميه أو 13 سنة هذه الفترة المختلطة بين الأسنان الدائمة واللبنية. ممتاز. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بيض الله وجهك. واليوم شرفتنا. شرف لنا وشرفنا بضيوفك. استفدنا منك أشياء كثيرة صراحة. الله يعزكم ويشرفكم. وبيض الله وجهك يا أستاذ عبد العزيز، يعني تعلمنا منك الكثير والمبادرة اللي أنت سويتها كلنا نتمنى أن نحضر ونشوف. يعني الشيء اللي انت سويته يعني ما هو سهل، واول اكاديميه موجوده على مستوى المملكه. هو عمل جماعي على فكره، بس اني انا دائما طالع في الاضواء وثنا على اللي طالع في الاضواء، لكن في ناس خلف الكواليس دائما في متحدثين والناجحين كثيرين. صحيح صحيح. الله يعطيكم العافيه. شرفتنا والله شاعرنا عبد اللطيف، واليوم استمتعنا جدا بقصيدتك. الله يطول عمرك. فانت اليوم اعطيتنا شيء جميل يعني، وشيء غيرت اشياء كثيره الله يطول عندنا في هذه الحلقه، فانا اشكرك. صحيح اني خليتك تعنى وجيتني، لكن انا اشكرك. الله يطول لي عمرك اخوي عبد المجيد، وهذه الساعه الطيبه، والشكر كل الشكر لك اخوي عبد المجيد البندر، والقائمين على القناة في مقدمتهم إبراهيم حسين. والله يعطيكم العافية جميعا، ونتمنى أننا كنا ضيوف خفاف على المشاهدين اليوم. أنتم أعطيتوا الحلقة شيء الكبير عندنا. الله يطول لي عمرك إن شاء الله حبيب. الله حياك. شوف الحين حنا بنختم تمام. وانت رجال ما شاء الله تبارك الله عندك القوة بالإلقاء اللي هو ما شاء الله تقدر اليوم تختم انت. صح. الله يطول. شوف هذيك الكاميرا تشوفها اللي فوق. ايه. والحين المشاهدين كلهم الحين يشوفونك، وش تقول لهم؟ اقولهم انا احبهم وساقلهم والفخر فيه. تدري انهم هم الحين يحبونك، وان اليوم مستمتعين معك بالحلقه، وغير كذا تدري ان في ناس الحين كثير يشوفونك ودهم يتعلمون منك. ابد يتعلمون. اجل اليوم يا جماعه انتهت حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما أنتم عارفين اليوم ما شاء الله تبارك الله اختلفنا بالمواضيع، يعني في اختلاف كثير، لكن اليوم استمتعنا وتعلمنا وعرفنا وفهمنا أشياء كثير ودنا نعرفها. والشيء الكبير عندي أنا اليوم أني أشوف مهند وأني أشوف عبد الرحمن اليوم بهذه الشجاعة والقوة، يعني أنت من هداف ما شاء الله تبارك الله إلى شاعر وإلى متحدث ما شاء الله تبارك الله. فهذه شجاعة يمكن يفتقدها الكثير، لكن أنا أشوف أن مهند وعبد الرحمن ما أفتقدوا أي شيء، وهم مميزين وحنا نتعلم منهم. فأعزائي المشاهدين الله يعطيكم العافية، أتمنى أن هذه الحلقة نالت على إعجابكم. الأسبوع هذا كامل مر بخيره وشره، وبإذن الله أن نلتقيكم إن شاء الله بحلقات أخرى. استودعتكم الله، والله يعطيكم العافية على هذه المشاهدة. يعطيكم العافية. معكم حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر جنتلها معاجدها. فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا